السلام عليكم، شو بير دي زاد معكم كالعادة. مرحبا بالناس اللي يتشاهد فينا اليوم. جينا نتكلموا على بعض الأمور الخطيرة اللي توقع بين الجزائريين والفتن اللي راهم يديروا فيهم، يحوسوا باش يشعلوا نار الفتنة ما بين أبناء الجزائر، شباب الجزائر. نجمو نقولوا احنا شنا المولودية، شنا وهرن، ما نقولوش مولودية ونقولوا شنا مولود وهران بجايه. شنا شتاسرة الناس كيما يقول لك، شنا شاسرة سبحان الله. ما نحنا ما نقولوش كاع بجايه، لا نقولوا بعض الايادي الخفيه اللي دمرت باش يديروا هذه الفوضى، باش يبينوا للهود باللي رانا نخدموا، باش يبينوا الناس لما يحوسوا يخربوا في الجزائر باللي رانا نخدموا، رانا نديروا، رانا نخدموا. في يزيدوا يدعموهم بالدراهم، حوسوا يديروا الدراهم على الدماء الجزائريين، الشباب الجزائري اللي احنا على بالنا ونكشفوا هاد الناس. هما حزب تاع الباسك وقيلة، ولا ماك يسموه الباسك ولا الماك، هذاك اللي راهم يديروها منهم. ذاك مصطفى معزوزي اللي راه الشروق راه مشيعه، شروق وقيلة ولا النهار راه مشيعه، راه كل يوم يجيبه يحطه ويكمرصه يهدر ويعاير في الرموز تاع الجزائر، يعاير الحاج محمد راورا وعاير بزاف ناس. هذا الفريق اللي راه عطل الجزائر، هذا الفريق اللي رد عليهم الجزائر، هذا معزوزي ولا ما كيسموه راه يعاير في الحاج محمد راهو يعاير في ولاد الجزائر، وراه يعاير. هذا ما يحب ما يبغي تا جزائري، هذا معزوزي على حسب الاخبار اللي عندنا ما يبغي تا جزائري، راه يخدم على جال دوله، راه يخدم على جال دوله، دوله من الخارج، ناس اللي راهم دايرينهم يدمروا فيه. هذا باش راه يجي يقعد ويبدا يهدر خالص على ذيك الهضره تاعه، راه يدي من بعض الدول ولا دوله ولا هذو الناس اللي ضربوا بابناء الجزائر بعضهم بعض، راهم موكلين، ناس وكلوهم، ناس اللي دمروهم باش يضربوا لي سيبورتير تاع وهران. ما نقولش مولوديه، نقول وهران، نقول وهران جهه تاع عاصمه الغرب كما يقولوا وهران. انا ما نقولوش كاع بجايه، بجايه اللي يعرفوا ناس بزاف عيطوا لي قالوا لي يا ودي احنا هادو حزب تابعين الحزب تاع الباسك ولا تاع الماك ولا ما كيسموهم، راهم هما اللي دمروا، هما اللي ضربوا. جينا احنا نوضحوا، احنا يا ما نعايروش، انا يا راني خاطش على كانوا عندنا اتصالات بزاف، عيطنا الناس، عيطنا نفتشوا كيفاش، علاش صرات هذه الحاجه، علاش مين جات وهران صرات الحاجه، كيفاش كيف ماش داير بيكم. قلنا احنا جي اس كاب جايه، نقولوا ماتش ديربي، نقولوا ماتش ديربي، عليه خليو تاجات وهران في طوع تبان، في طوع تبان، في طوع الاعلام، في طوع هاد الناس يزيدوا يدوا الدراهم من عند الناس اللي راهم يحوسوا على تخريب الجزائر، وعلى يحوسوا على الفتنه ما بين الجزائريين. كون صرات بين جياسكا جايه، نقولوا والله العظيم لا ماس ديربي، الله غالب منا شباب، منا طاف الله غالب. بصح علاه لق الناس تعرف، لق الناس تاع وهران يعرفوا، الناس تاع بجايه يعرفوا، لق كاع الجزائريين يعرفوا. حنا رانا نديروا في الخير، رانا نوجهوا باللي يا ودي هذا رانا نحضروا فيها، راني في عامين وثلاثه يا ودي، كاينين ناس لو بيديروا ذي الفتنه، ناس اللي جهويين يحوسوا يحطموا في الجزائر، ناس عنصريين يحوسوا يفركتوا ما بين الشباب الجزائري، ناس اللي قلت لكم باللي يحوسوا يقطعوا هذا الاعلام يديروه كاروات كاروات، كل واحد يدي كاري، ماشي مخلينا نعيشوا تحت رايه واحده، رايه وطنيه واحده. عندنا كاع تقاليد تاعنا، كل واحد عنده تقاليد، تروح جوايه الشاويه تسيبهم لبسه تجي لهنا للوسط، لبسه تهود للصحراء، لبسه تجي هنا للغرب لبسه. بصح ماكله كل واحد وماكلته، بصح شتايله نعيشوا تحت رايه واحده. الناس هذه تاع تحت رايه واحده والوحده الوطنيه مشاو باغيينها، ناس اللي هم يدمروا في الشباب الجزائري موكلينهم، ناس اللي راهم. انا نقول لكم نوجه هذه الرساله كاع الشباب الجزائري، هذا الحزب اللي يجي ويقول لك قايس وهرس، هو راه يدي اموال باهظه من عند الدول اللي هم يحوسوا يحطموا الجزائر. تا يعطيك 100 ولا يخلص عليك اسكروت ولا يخلص عليك كار ويديك القايس.
بصح شوف هو اش راه داي، هو كيما خلص عليه كاسكروت، اش راه خلص عليه كاسكروت، عاش على هو راه داي، راه داي في البنادم واحد، اداي 5 ملايين للبنادم بالكاميرا، كاميري هاش على عندي ارسلولي بالبنادم اداي 500 ملايين للواحد نعطوكم يعني، خدش عليه حنا الناس عيطوا لي كيف منا يا ودي ما تخلقوش اودي انا ما نتقلقش، لا غير بسياسه نعيطوا الناس عيطوا لنا كيف نوصلوا كما يقول لك النتيجه، هذه النتيجه هما اللي حنا نحطموهم واللي نكشفوهم، ماشي لا انا من الغرب هي نعيط تعب جايه، يا عاير مع تعب جايه كي والو كاع، لا كاين ولاد الفاميليا، ماشي كاين ولاد، هما كاع ولاد فاميليا، بصح شتي الا شباب جزائري المراهق، الشباب الجزائري المراهق، الناس اللي ما على بالهمش شتا راه صاري، شتا راه دايض بالجزائر، هذه غير علامة واحدة، دخلوا احنا في البالو، خاطش يدخلك في البالو، يدخلها لك في البالو، يدخل لك يروح يتبع لك الشعبية وين راهي رايحة بزاف، رايحة البالو، دير هاد الديقة ديرها في البالو، دير هاد الديقة في البالو، فهمني؟ ما يجيش اليوم يعطيني انايا الحلول تاوعه، ولا يجي يركب فوق دماء الجزائري، يدير دروج دروج، يدير يركب يخلص على جثث الجزائريين، عايش بالجثث الجزائريين، وتموت لا بيتموت، هو راه عايش في قطر، عايش في الهود، يروح يدي بلاصي الهود، هذاك رئيس الحزب تاع الباسك ولا تاع المارك ولا ما كيسموه، يروح يعيش منها طاف طاف، ايا ويجي يخلص بالاموال الباهظه، ماذا بيه كو قتلتو واحد كان يدي شكاره تاع دراهم، ماذا بيه؟ صح شكون اللي باسي انت، شكون اللي يغبنوا والديك؟ ها مالك يا ولدي، حقره ماشي مليحه، راك حقرت خوك، راك رانا روحنا فوتنا، انا فوت لارمي، تلاقيت بالقبايلي، تلاقيت بالشاوي، تلاقيت بالصحراوي، تلاقيت بمد الغرب، تلاقيت عندي حبابي كاع، وكاع حاربنا الارهاب، قال البدنا السلاح في وجه الإرهاب، 94 95 قال البدنا السلاح في وجه الإرهاب، وشكون اللي كان معايا؟ أبناء الجزائر من كل جهة، هاو مالكم، هاو نتوما دراري صغار ما تعرفوش بصح، هاشي كيفاش راهم يدايرين لكم، راهم يحوسوا يحطموكم، راهم يحوسوا غدوة إن شاء الله يردونا كيما سوريا، ويردونا كيما العراق، ويردونا كيما ليبيا، ومن بعد نبكم. ناكل المر في بلادي وما خاصنيش العسل في بلاد الناس، ناكل المر في بلادي، ناكل المر، ناكل حبة زيتونة مرة في بلادي، بصح ما ناكلاش حلوة في بلاد الناس، خاطش ما تجيش حلوة، تبان لك غير مرة، الغربة مرة وتبان لك مرة، بلادك هي اللي تربدك، ديك نكونوا وحدة وطنية، بركاونا من هاد المشاكل. بركاونا تدخل تتفرج بس تضرب خوك، ديجا شنا ما صرات، صرات عند 16 صرات برا، ناس كانوا مقريينهم، ناس كان اللي تتهمو، ماشي يروح يكومونتي كان اللي كومونتي عاير قبايل مخنزين، واحد يعاير الوهارنا مخنزين، لا ما تعايرش، اللي تفهم هذا الحياة عليه، انا وليت محوس نتهم هذا الحياة عليه، انا قادر ندير فيديو هذو حقارة هذو، لا اللي بيقول بلي هذا خواف، اللي بيقول هذا شيات، اللي بيقول هذا يقول، بصح انا عندي حاجات عندي راسي خمم، خاصنيش واحد يطيحني على راسي ولا يقول لي قول ولا دير ولا من، لا ولا نحقدوا عليهم ولا، بصح شوف توالي ود الفاميليا مسكين يروح يجي هنا الوهرن، خاطيه كاع عاشو كاتلينه بسبب من، بسبب هذاك الكل مول الحزب هذاك اللي راه داير الفتنه في الجزائر، باغي يحوس يفرق الجزائريين، يفرق الجزائر، بسبب من؟ على ذنب من تموت؟ على ذنب من تضرب خوك؟ على ضربت خوك؟ على من؟ على كرة قدم؟ على كرة قدم؟ لا، ما غاديش نجي معاك، ما نجيش معاك، ناس برا كانوا مقريينهم، كانوا يقارعوا. عرفتوا لافير كي دايره، كانوا يقارعوا لهم برا، ضربوهم برا، لا اللي نعيشوا تحت رايه وحده، وبركاونا من هذو تاع الفيسبوك، هذا كيعاير منه، ذاك كيعاير منا، حنا رانا كاع ولاد الجزائر وما خاصناش
الفتنة، وما خصناش واحد يشيع واحد على واحد.